ارحب بكم اعزائنا المشاهدين عبر فضائيات نورسات وتلفزيون تيليلومير، والبدايه مع العناوين. البابا فرانسيس يعبر عن قربه من جميع الذين يعانون الحرب في غزه. جلاله الملك: الظلم الواقع على الفلسطينيين دليل على فشل المجتمع الدولي لحل قضيتهم. قادة الكنائس في القدس يدعون إلى التخلي عن الفعاليات غير الضرورية في عيد الميلاد لهذا العام. نساء الأردن يطلقن رسالة تضامنية مع نساء فلسطين. وفيها أيضاً الدعم الإنساني في النزاعات والحروب في حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور. أهلاً بكم. عبر قداسة البابا فرانسيس عن قربه من جميع الذين يعانون من الحروب من الفلسطينيين والإسرائيليين، وقال قداسته بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي: إنه يعانقهم في هذه اللحظة المظلمة ويصلي كثيرا من أجلهم، وأضاف: كفى لتتوقف الأسلحة، فهي لا تقود أبدا إلى السلام بل تزيد من اتساع النزاع. وتابع البابا فرانسيس: وفي غزة لتتم مساعدة الجرحى وحماية المدنيين ووصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى السكان المنهكين فوراً، وليتم الإفراج عن الرهائن ومن بينهم العديد من المسنين والأطفال. وأشار الحبر الأعظم إلى أن كل إنسان أكان مسيحياً أم مسلماً أم يهودياً أم من أي شعب وديانة هو مقدس وثمين في عيني الله، وله الحق في العيش بسلام، فلا نفقدن الرجاء ولنصلي ونعمل بلا كلل كي يتغلب حس الإنسانية على قساوة القلوب. على صعيد آخر، أعلن الكرسي الرسولي في الفاتيكان برنامج زيارة الحبر الأعظم إلى دبي، والتي ستبدأ من الأول وحتى الثالث من شهر كانون الأول المقبل، حيث سيشارك قداسته في المؤتمر العالمي لقادة الأديان الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة، ويشارك به فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والعديد من رؤساء الدول وممثلي الأديان في العالم. وجاء في البرنامج أن قداسة البابا فرانسيس سيتوجه في اليوم التالي لوصوله دبي إلى مدينة الأكسبو لافتتاح جناح الأديان. في الكلمة التي ألقاها في القمة العربية الإسلامية التي عقدت مؤخراً في الرياض، قال جلالة الملك عبد الله الثاني: نجتمع في هذه القمة من أجل غزة وأهلها الذين يتعرضون للقتل والتدمير في حرب بشعة يجب أن تتوقف فوراً، وإلا فإن منطقتنا قد تصل إلى صدام كبير يدفع ثمنه الأبرياء من الجانبين وتطال نتائجه العالم كله. وأوضح جلالته في كلمته أن إسرائيل تريد تحويل غزة إلى مكان غير قابل للحياة، إذ تستهدف المساجد والكنائس والمستشفيات وفرق الإنقاذ وحتى الأطفال والشيوخ والنساء. وأضاف: نقول لكل مؤمن بالسلام وبكرامة البشر مهما كان دينهم، إن قيم الإسلام والمسيحية واليهودية وقيمنا الإنسانية المشتركة لا تقبل قتل المدنيين بهذه الوحشية التي تمثلت أمام العالم خلال الأسابيع الماضية، ولا يمكن أن نقبل أن تتحول قضيتنا الشرعية العادلة إلى بؤرة تشعل الصراع بين الأديان. وشدد جلالة الملك بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد على أن الأردن سيواصل القيام بواجبه في إرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين بكل الوسائل الممكنة. وختم جلالة الملك عبد الله الثاني كلمته بأنه لا يمكن السكوت على ما يواجهه قطاع غزة من أوضاع كارثية تخنق الحياة وتمنع وصول العلاج، بل يجب أن تبقى الممرات الإنسانية مستدامة وآمنة، ولا يمكن القبول بمنع الغذاء والدواء والمياه والكهرباء عن أهل غزة، فهذا السلوك هو جريمة حرب يجب أن يدينها العالم. يترأس جلالة الملك الوفد الأردني المشارك بهذه القمة ويلقي كلمة الأردن. نجتمع اليوم من أجل غزة وأهلها وهم يتعرضون للقتل والتدمير في حرب بشعة يجب أن تتوقف فورا. هذا الظلم لم يبدأ قبل شهر، بل هو امتداد لأكثر من 7 عقود. إنها العقلية ذاتها التي تريد تحويل غزة
إلى مكان غير قابل للحياة. إن الظلم الواقع على الأشقاء الفلسطينيين لهو دليل على فشل المجتمع الدولي في إنصافهم وضمان حقوقهم في الكرامة وتقرير المصير. وأتساءل اليوم، هل كان على العالم أن ينتظر هذه المأساة الإنسانية المؤلمة والدمار الرهيب حتى يدرك أن السلام العادل الذي يمنح الأشقاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة على أساس حل الدولتين؟ هذا وأدانت قمة الرياض الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وإجراءات إسرائيل اللاشرعية التي تنتهك حرية العبادة. وأكدت القمة في بيانها الختامي ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات، مشددة على أن إدارة أوقاف القدس الأردنية هي الجهة الشرعية الحصرية وصاحبة الاختصاص بإدارة المسجد الأقصى وصيانته وتنظيم الدخول إليه. في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، إلى جانب دعم دور لجنة القدس وجهودها في التصدي لممارسات سلطات الاحتلال في المدينة المقدسة. في ظل استمرار الحرب على غزة، دعا بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس كافة الرعايا إلى التخلي عن أي فعاليات احتفالية غير ضرورية في عيد الميلاد المجيد لهذا العام، كما يشجع البطاركة الكهنة والمؤمنين على التركيز أكثر على المعنى الروحي لعيد الميلاد في أنشطتهم الرعوية وشعائرهم الدينية خلال هذه الفترة، مركزين كل أفكارهم مع إخواننا وأخواتنا المتضررين من هذه الحرب وعواقبها، ومع الصلوات القلبية من أجل سلام عادل ودائما على أرضنا المقدسة. دعينا المؤمنين بأن يصلوا ويساندوا ويتبرعوا بسخاء لمساعدة ضحايا الحرب من الذين هم في حاجة ماسة إلى ذلك. وأوضح بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس أن هذا الإجراء يأتي في ظل الأوقات الأليمة والحزينة التي نعيشها هذه الأيام بسبب الحرب على غزة. وكان مجلس رؤساء الكنائس في الأردن أصدر الأسبوع الماضي بياناً أعلن فيه إلغاء جميع فعاليات وأنشطة ومظاهر عيد الميلاد المجيد لهذا العام، وذلك احتراماً للضحايا البريئة ولدماء شهدائنا الزكية في غزة وعموم فلسطين، ليقتصر عيد الميلاد المجيد على الصلوات والطقوس الكنسية. كما قرر المجلس التوحد خلف الرأي المستقيم الذي تمثله المملكة الأردنية الهاشمية وعلى رأسها جلالة الملك عبد الله الثاني، مثمنين كل الجهود الأردنية الدؤوبة لإخراس صوت الحرب. وفي الأرض المقدسة، قال الأب عيسى مصلح الناطق الإعلامي باسم بطريركية الروم الأرثوذكس إن الظروف الأليمة والحزينة التي يعيشها أبناء شعبنا في سائر أنحاء فلسطين وخاصة في قطاع غزة حتمت على بطاركة ورؤساء الكنائس اتخاذ قرار اقتصار الاحتفالات بعيد الميلاد على الشعائر الدينية والالتزام بالجوانب الروحية من العيد والصلاة من أجل خلاص شعبنا من ويل الحرب وألم فقدان الأعزاء ومساندة الأهل في غزة من خلال تقديم كل أشكال الدعم لهم. وأشار قدسه إلى أنه لن تكون هناك إضاءة لشجرة عيد الميلاد أو أي مظاهر للاحتفالات في بيت لحم والقدس وغيرها من المدن والقرى في الأراضي المقدسة، مؤكداً بأنه بالرغم من القصف إلا أن جميع الكنائس والمؤسسات التابعة للبطريركية ستبقى مفتوحة لاستقبال أهلنا في غزة، وخاصة العائلات التي اضطرت إلى النزوح أو إخلاء منازلها المدمرة، مطالباً التعاضد والوحدة في هذه اللحظات العصيبة التي تمر بها الأرض المقدسة. ناشد المسيحيون في فلسطين مسيحي العالم للوقوف إلى جانبهم في الدعوة إلى وقف فوري للحرب في غزة، وقالوا في بيان صادر: لا يمكننا أن نكون صامتين لهذه الفظائع، وهي لحظة حاسمة تتطلب العمل وليس اللامبالاة، وهذا ليس الوقت المناسب لغض الطرف عن المعاناة، فسوف يحفر التاريخ سجلاته بناء على كلماتنا وأفعالنا. وأضاف البيان: لقد حان الوقت للشجاعة الإيمانية ضد قوة السلاح والدمار والموت، وإننا إلى جانب الملايين حول العالم ندعو إلى وقف شامل لإطلاق النار على أن يتبعه دعم إنساني للمحتاجين وعودة جميع النازحين وإيجاد حل نهائي للصراع
يدعم المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وحق العودة وتقرير المصير. وأكد الموقعون على البيان أنه لا يمكنهم أن يبقوا صامتين، حيث أن الوضع في غزة يضع قيمنا المسيحية والإنسانية على المحك، وأن الفشل في إيقاف الحرب يعني المزيد من الموت وتدمير خليقة الله. سلم وفد بطريركي أنطاكي قدم من سوريا إلى الأردن سيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس مبلغا ماليا لدعم الأشقاء في غزة، وهو عبارة عن تبرع من غبطة البطريرك يوحنا اليازجي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس وعموم الرعية الأرثوذكسية الأنطاكية. وأكد الوفد المؤلف من المتروبوليت أثناسيوس فهد متروبوليت اللاذقية والمتروبوليت أفرام معلولي متروبوليت حلب على وحدة الحال بين الأشقاء، حاملين لكنيسة القدس رسالة المحبة الأخوية وعودة الشركة الكنسية ما بين بطريركية أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس وبطريركية الروم الأرثوذكس البقدسية. الحقيقة الخطوة هي إلى معاني كتير كبيرة. المقصود يعني إعادة الشركة اللي هي أولا رغم كل الحقائق مهما سمت ورغم الثوابت مهما ثبتت يبقى صوت المحبة هو الأعلى والأهم، ونحن بحاجته خاصة بهالأيام العصيبة وتحديدا بهالمنطقة اللي عم تمر فيها هلأ فلسطين، شعبنا بفلسطين عامة وبغزة خاصة، ونحن أسمان سينا الجراح والألم العايشين بسوريا وما زلنا من أثار الحرب والضيق والظروف اللي عم نمر فيها. فإجت هالقرار اللي طرحه صاحب الغبطة بمبادرة منه وتبناه جميع آباء المجمع الأنطاكي المقدس بفرح عظيم وموافقة على إعادة الشركة بين الكنيستين الشقيقتين أنطاكيا وأورشليم خاصة بهالظروف إلى له بعد مهم. أولا تثبيت العلاقة الأخوية التاريخية اللي عمرها 2000 سنة ما بين الكنيستين. اثنين انه مهما كانت الظروف الصعبة اللي مرت فيها الكنيسة سابقا واللي عم نمر فيها حاليا، وايضا رغم الثوابت مثل ما حكيت مهما كانت شو ما كانت تكون سواء كانت اللي نحكي لياتنا منصمم عليها ومنأكد عليها، ايضا العرف التاريخي لحدود البطريركيات او الكنائس او الدول بيبقى صوت المحبة مثل ما قلت اللي هو شعبنا عم ينادي فيه ونحن ايضا عم ينادي فيه وهلأ عم نثبته. أعلنت الهيئة الخيرية الهاشمية أنه وبتوجيهات ملكية سامية تم تسيير 5 طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي تحمل مساعدات طبية للمستشفى الميداني الأردني في غزة. وقالت الهيئة إن عملية المساعدات جاءت لتعزيز وتطوير إمكانيات المستشفى وزيادة قدرة الكوادر الطبية، كما اشتملت المساعدات على مواد غذائية وإنسانية عاجلة لدعم الأشقاء في القطاع. وتأتي هذه الخطوة استمراراً لجهود المملكة الأردنية الهاشمية بالوقوف إلى جانب أهلنا في ظل الحرب المستمرة على القطاع. جددت مجموعة كشافة ومرشدات اللاتين الشمالي في الزرقاء وعدها الكشفي، وذلك خلال احتفال أقامته المجموعة بذكرى انطلاقتها السنوية. تخلل الاحتفال الذي أقيم تحت شعار بالكشفية ننمو قداس إلهي ترأسه سيادة المطران جمال خضر النائب البطريركي للاتين في الأردن بمشاركة كاهن الرعية الأب إياد بدر والكاهن المساعد الأب كروز المرشد الروحي للمجموعة والشدياق حازم حداد، وبحضور عدد من الأخوات الراهبات والقائد العام للمجموعة السيد ركان فخوري وجمع من قادة وأعضاء المجموعات الكشفية من مناطق متعددة من الأردن. وفي عدد القداس بيّن المطران خضر ضرورة أن تكون رسالة الحركة الكشفية مؤمنة بالله تعالى ومتفاعلة مع الكنيسة والرعية ومخلصة تجاه الوطن والمجتمع. الظلام اللي معبي هذا العالم في هاي الأيام، القتل والحرمان والألم اللي موجود في هذا العالم، الغش والخداع والكذب على أعلى المستويات اللي موجود في قادة هذا العالم، لما منتبع الأخبار وشو اللي بيصير والأحوال منشعر بظلمة، نشعر بظلم، نشعر بألم. رسالتنا أن نكون النور، رسالتنا أن نكون النور لنا ولمن حولنا ولمجتمعنا ولبيئتنا ولكنيستنا. إحنا نكون النور،
احنا اللي لا نستسلم ابدا لليأس، لا نستسلم ابدا للكراهية، لا نستسلم ابدا للكذب وللغش. لا، احنا ان نكون هذا النور. هذه رسالتكم ككشاف، ان تكونوا مستعدين دائما، وان تكونوا انتم دائما في الطليعة، انتم المبادرين، انتم الذين تضيئون الطريق المظلم. في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها الأراضي المقدسة من حروب وعدم استقرار سياسي وعسكري، التقى مطارنة وكهنة بطريركية اللاتين في الأردن في رياضة روحية أقيمت على مدى 5 أيام في بيت الزيارة التابع لراهبات الوردية بدابوق. وقد اشتمل اللقاء الذي عقد تحت عنوان لقاءات السيد المسيح في الأناجيل على الصلاة والتأمل في أحداث الساعة وما رافقها من صراع وحرب في غزة والأرض المقدسة. دعواتنا لأن يستجيب الرب الإله لصلواتهم ويثبت الشعب الفلسطيني في أرضه باسم يسوع المسيح وبشفاعة أمنا العذراء مريم الفائقة القداسة. أقيم قداس احتفالي بمناسبة أحد تقديس وتجديد البيعة من كنيسة مار شربل المارونية بعمان. ترأس القداس الأب جوزيف سويد راعي الكنيسة بمعاونة الشدياق سنان سلامة ومشاركة جوقة الكنيسة وبحضور أبناء الرعية. بدو أنه ربنا يرجع يسود على قلوبنا من جديد تيقدسنا من جديد، تيقدس هالهيكل اللي بقول عنه كتير مرات ومر بولس بيأكد عليه، أنتم هيكل الروح القدس. عيد التجديد فإذن هو عودة لاكتشاف كل النعم اللي الله زرعها فينا، وخاصة مثل ما سمعتوا بنص اليوم خرافي تعرفني، بدنا نرجع نتعرف عليه ونعرفه من جديد. خرافي تسمع صوتي، خرافي وقت اللي بتسمع صوتي تتبعني. نحن نتبع أتباع من؟ من هالمنطلق إخوتي بصف المزمور اللي بنحكي عنه دايما، مزمور 23، الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خصيبة يقيلني ومياه الراحة يريدني، إني ولو سلكت في وادي ظلال الموت لا أخاف سوءا لأن الرب معي. بهذا المنطلق إخوتي برجع بقول نعم، أنا عم جدد هيكلي، قلبي، فكري، نفسي، بجدده، برجع بهدي لله. قال رئيس أساقفة كانتربري في المملكة المتحدة جاستن ويلبي إن قصف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات والمدنيين في قطاع غزة هو أمر لا يمكن التسامح معه ومخالف للقانون الدولي والإنساني، مطالبا بوقف الحرب فورا. وأكد ويلبي أن الوضع الذي يواجهه الموظفين والمرضى في مستشفيات غزة كارثي، ويجب القيام بكل شيء من أجل استعادة نظام الرعاية الصحية وحماية من هم في أمس الحاجة إليها. بدعم منهم لنساء الأرض المحتلة وغزة، أطلقت في المركز الثقافي الملكي بعمان رسالة تضامنية موقعة من نساء الأردن لنساء فلسطين. جاء ذلك خلال فعالية أشرفت عليها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بمشاركة المركز الوطني لحقوق الإنسان. اشتملت الفعالية على عدة جلسات حوارية ناقشت الوضع الراهن في غزة والحلول التي يجب اتخاذها من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع. وخلال الجلسة التي حضرها عدد من الوزراء والأعيان والنواب وشخصيات رسمية وحزبية وعامة، تم عرض فيلم قصير حول القانون الدولي ومعاناة نساء وأطفال فلسطين بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة ومدن الضفة الغربية. أكد مشاركون في ندوة بعنوان الحرب من منطلق مسيحي نظمها مركز التنشئة الروحية التابع للمعهد الكليريكي في بيت جالة أن الحرب التي نعيشها اليوم في فلسطين وغزة هي صعبة للغاية، لكن يبقى إيماننا بالله هو سلاحنا الذي يقوينا. المزيد في التقرير التالي. الحرب من منطلق مسيحي، هذا هو العنوان للندوة التي أقيمت في المعهد الإكليريكي والذي اتخذه مركز التنشئة الروحية التابع للمعهد للبطركية اللاتينية الأورشليمية في بيت جالة، حيث امتلأت المقاعد بالكهنة وبجمع من المؤمنين وممثلي المؤسسات والشمامسة وطلاب المعهد الإكليريكي.
افتتح الندوة قدس الأب برنارد بوجي رئيس المعهد الإكليريكي بصلاة وكلمة ترحيبية بالحضور. ابتدأت الندوة بالحديث مع غبطة البطريرك ميشيل صباح عبر زوم، والذي تحدث عن نصوص العهد القديم عن الحرب واستخدامها اليوم. كما تحدث عبر زوم أيضا قدس الأب عماد علامات من الأردن، والحديث دار عن الحرب في التعليم الاجتماعي الكاثوليكي. وأيضا كان لقدس الأب إياد طوال حديث مطول عن وجود الله في هذه الأيام الصعبة والعصيبة. وفي نهاية الندوة طرحت أسئلة ومداخلات عبر زوم من الأردن ومن إسبانيا وأيضا من الحضور، وتمت الإجابة عليها من قبل الكهنة. هذه الندوة استجابة إلى طلبات من الناس من المؤمنين على عدة تساؤلات طرحوها في الأيام الماضية حول الحرب، وخاصة ما يدور من مجزرة في غزة. ولهذا السبب استجابة لطلبهم المعهد الإكليريكي وخاصة مركز التنشئة الروحي الذي أنشئ بداية العام الأكاديمي الحالي دعت لهذه الندوة. نتمنى أن هذه الندوة وندوات مثلها تساعد مسيحيين مؤمنين أنه ما يفقدوا الرجاء، أنه يظل في عندهم اتصال في شو بتعلم الكنيسة، وأنه دائما نعرف أنه ربنا عنده رسالة في كل زمن. هناك وقت لكل شيء تحت السماء، ووحدة منهم الحرب. نحن الآن نعيش هذه الحرب بتضامن كامل مع الله تعالى ومع بعضنا البعض. أمام الأزمة، أمام الألم والوجع اللي بتمرق فيه بلادنا، بلادنا المقدسة، في تساؤلات عند أبنائنا وبناتنا في الكنيسة المسيحية بفلسطين بالتحديد، بالإضافة لكل المسيحية بالشرق الأوسط اللي كمان عانوا من قبلنا، العراق، سوريا، لبنان، مصر، إنه كيف يمكن للمسيحي أن يعيش أمام أزمة حرب، أزمة قتل ونزاع ودم، أو كيف يمكن للمسيحي أن يعبر هذه التجربة القوية. هدفنا من هاي الندوة اللي هي بمبادرة من مركز التنشئة الروحية للمعهد الإكليريكي، فتح حوار مع أبنائنا وبناتنا، حوار توعوي تثقيفي وأيضا روحي وإرشاد نوعا ما، في سبيل أنه نلاقي هالجواب الإيماني، الجواب الروحي، والجواب اللي بحثنا جميعا على إيجاد الجواب. إحنا مش لحالنا، بمعنى أنه الله معنا في كل الظروف، في الأوقات الصعبة كما في الأوقات الطبيعية، الحياة العادية. فهذا هدف الندوة يعني. إنها الحرب، نعم إنها الحرب التي نعيشها، أيام صعبة وعصيبة للغاية، لكن يبقى إيماننا بالله الذي يقوينا، فهو القادر على كل شيء. صلواتنا ودعواتنا دائما ترتفع إلى السماء بانتهاء الحرب، وأن يسود السلام أرض السلام. للنورسات مارلين الحدوة من المعهد الإكليريكي بيت جالة. وفي بيت لحم أطلق أطفال مدينة المهدي صرخة ألم وأمل ودعم وإسناد لأبناء شعبنا في غزة، حيث أقيمت على بلاط كنيسة المهدي وبحضور الكهنة والمؤسسات والمدارس وآلاف الطلبة وقفة لأسرة التربية والتعليم ومدارسها الخاصة والحكومية والمدراء والمعلمين والراهبات. وحمل الأطفال خلال الوقفة يافطات لأطفال القطاع ورسالة سلام لطلب السلام والأمن والأمان لهم ولأهليهم، هاتفين بأعلى أصواتهم: إحنا بدنا الحياة، بدنا الحرية، بدنا نعيش، مرددين بصوت واحد: يا رب السلام، امنح بلادنا السلام. قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج شرايحة، حلقة متميزة بعنوان الدعم الإنساني في النزاعات والحروب. وقد ناقشت الحلقة دور المنظمات الأممية في تأمين العيش الكريم للمتأثرين من الحروب وغياب حقوق الإنسان في مثل هذه الأزمات، علاوة على الحديث عن المستشفى المعمداني ودوره في تقديم الخدمة الطبية والعلاجية لجرح الحرب في غزة. فإلى هناك.
اليوم حلقتنا رح تتبلور وتتمحور حول الدعم الإنساني في النزاعات والحروب. اللي بيسألنا بيقول لنا إنه لماذا مستمرون أنتم في الحديث عن ما يدور في منطقتنا، وهل حياتنا ممكن إنه نحكي على أي موضوع ونغيب هذا الجزء من اللي عم بيدور في منطقتنا العربية؟ ما بنقدر، يعني لماذا لا نتكلم؟ اللي بيسألنا إنه لماذا بتصرونا، وإنه حلقاتكم عن الصراع الدائر بين إسرائيل وفلسطين، أو بالأحرى على الأخص في غزة، وبالأخص مع قسائم الكتاب حماس، أو ما يدعونه القائمة هذه حماس، لماذا تتكلمون عن هذه الأمور؟ لأنه فيها بعد إنساني كمان، كنائسنا، رعيان المسيحيين اللي هناك عم بتعرضوا لهذا الاضطهاد، ونحن هون في نورسات كمنبر إعلامي علينا أن نتكلم في هذه المحاور، والكنيسة تتكلم فيه، بتخرج بيانات وبتطلع استنكارات وبتطلع نداءات من أجل الصلاة، من أجل نشر السلام، من أجل الصلاة، من أجل السلام، لغت احتفالاتها في الزمن المجيء، احتفالات عيد الميلاد. فلماذا لا نتكلم؟ لماذا نحن كمسيحيين متهمين دائما أنه نحن لا صوت لنا؟ الدفاع عن النفس حق مشروع لكل إنسان بيتعرض للإهانة، بيتعرض لأي نوع من الظلم يعني، بس لكن لا أنه نكون نحن ندعو إلى هذا الشيء، ندعو إلى إثارة الفتن وإثارة المشاعر الغاضبة، ويكون أفعالنا أفعال غاضبة. يعني مثلا صارت في مسيرات تنادي أنه الدعم الإنساني ورفع الظلم اللي عم بيصير على الشعب اللي عم بيعاني على أرض الواقع. ولما بنقول الشعب بكل أطيافه، ما حدا يعني حاطينه على جنب وحامينه، لا، مسيحي، مسلم، ملحد، كل البشر، حتى الحيوانات يعني، يا ما شفنا مشاهد عن الحيوانات كمان أيضا جاء عليها هذه الحرب وهذا الجور. أو طبعا وقت الحرب ما في، لما الصاروخ بينزل ما بيميز بين حدا وحدا، ما بيميز بين بشر وبشر، ما بيميز حقيقة. يعني الموضوع مؤلم وموجع، وزي ما تفضلت حضرتك بالمقدمة، لا نستطيع أن نكون مهمشين أو غرباء عن الواقع، عن الألم، عن الدماء التي تسفك. يعني في محطات كثيرة أوقفت بثها العادي اليومي، مثل الفضائيات كثيرة بس عم بتبث، هي مش محطات إخبارية، محطات عادية صارت بس مباشر الوضع الراهن، وخصوصا بغزة والأراضي الفلسطينية كلها ملتهبة اليوم. بنشوف الكنيسة اليوم مع قداسة البابا، وبشكل يومي في رسائل وفي اتصالات هاتفية مع جهات إقليمية وازنة وفاعلة بالمنطقة، يتصل مع قداسة البابا ويطلب الضغط على إسرائيل، وخاصة الولايات المتحدة أن تضغط على إسرائيل لهدنة إنسانية، لوقف إطلاق النار. يعني كل يوم عم نسمع الأخبار أنه خلاص توصلوا لتبادل للأسرى، توصلوا لاتفاقية وقف، وعلى أرض الواقع الدماء تسفك ما زال. الكنيسة إذن لها وجهين، الوجه الإعلامي مع قداسة البابا، والوجه الرعوي اللي اليوم الفاتيكان بيغطيه على جميع المحاور، وفي النظرة اللاهوتية لما يسمى منذ القدم الحرب العادلة، التي تحدثت عنها بالمناسبة كل الحضارات، من أفلاطون للحضارات المصرية، دائما كان في عندهم هذا الموضوع اللي حاطينه من بين المحاور، هي كيف بيستعطفوا العالم بنقل الأحداث السياسية والمطامع الاقتصادية إلى مفاهيم دينية، عشان يكون في دافع أقوى. دائما الدافع الديني عند الإنسان وشعوره بالحياة الميتافيزيك، الحياة الأخروية، دائما في توق للإنسان في رهبة
أكثر من أنه أنا بدي أموت عشان أراضي وعشان بترول وعشان غاز. لما بموت أنا عشان قضية عادلة زي القضية الفلسطينية بيكون الفكر المسيحي يتوقف ويتريث بالحكم على ذلك. بالبداية في تعرض المستشفى للقصف الأول أول مرة وتهدم منه أجزاء، ولكنه بقي يعمل بما تبقى من المبنى يعني. لكن الآن أيضا سمعنا أنه عم بيتعرض أيضا لهجمات أخرى، فتخبرنا كيف الوضع اللي موجود الآن والحالة للكوادر الطبية. هل بقي لأنه هو الوحيد اللي بقي بها هذا المستشفى وهو يقع في شمال بعتقد القطاع؟ نعم، كمان مرة شكرا لهاي الفرصة للمشاركة حول المستشفى الأهلي العربي. نعم. في غزة اللي معروف باسم المستشفى المعمداني. نعم. هلأ المستشفى عمره أكثر من 110 سنين أو 115 سنة الحقيقة. نعم. هو من أقدم المستشفيات الموجودة بغزة. نعم. وهذا المستشفى تعرض لأكثر من مرة لضربات إسرائيلية للأسف عبر التاريخ، عبر تاريخ الاحتلال في الأرض المقدسة، ودائما كانت الكنيسة تقوم على إصلاحه وإعادة تشغيله، لأنه نعرف إحنا ككنيسة أسقفية كنيسة وطنية موجودة على الأرض قديش الحاجة كبيرة لوجود هذا المستشفى ولخدمة أهلنا وناسنا في غزة على مدى السنوات الطويلة. وللأسف يعني بظن ب 14 أو 15 عشرة تعرض لضربة أولى دمرت في الطابق العلوي واللي فيها الاسكانر اللي كانت دمر في الحرب السابقة، وعودنا يعني رممناه وجبنا جهاز جديد، وبعدين ب 17 عشرة صارت المجزرة راح ضحيتها حوالي 500 شخص، وطبعا أوقف عن العمل بسبب هالمجزرة الإسرائيلية الكبيرة في حق شعبنا في غزة. لكن امبارح الحقيقة كنا عم نتداول بهذا الموضوع في مع سيادة المطران وباقي زملاء الرعاة، والمستشفى عاد للعمل بطريقة جزئية جدا، يعني طريقة بيسك زي ما بيحكوا، رجعنا يعني للخدمات البسيطة جدا اللي بنقدر نقدمها بعد يومين من المجزرة. يعني 19 الشهر رجع المستشفى يقدم بعض الخدمات، لكن في ظل ما يحصل من اعتداء إسرائيلي متكرر على مستشفيات غزة وخاصة في المنطقة الشمالية، وإغلاق معظم هذه المستشفيات أو ضربها أو قصفها أو خروجها عن الخدمة بسبب الوقود وبسبب الكهرباء، المستشفى يعني خلال الأيام الماضية يعني اضطر يفتح أكبر مجالات ممكنة لخدمة أهلنا هناك. ففي لازال بعض الطاقم الطبي اللي عم بيقوم بعمله، طبعا عمليات كبرى صعب في ظل الظروف الحالية اللي موجودة انه نقوم او يقوموا الاطباء هناك بعمليات اساسية او كبرى، ولكن عم بيحاولوا قدر الامكان انه ينقذوا حياة الناس ويساعدوا الناس. وفعلا زي ما تفضلتي هو المستشفى الوحيد الذي بقي يعمل في شمال قطاع غزة، وربنا يرحمنا برحمته ويحمي هالأطباء ويحمي الناس اللي موجودين في المستشفى، ويعني الشفاء العاجل لجميع الجرحى، وربنا يرحم جميع اللي اختارهم ربنا يكونوا في جواره في هالظروف الصعبة. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكيرا بأبرز ما جاء فيها. البابا فرانسيس يعبر عن قربه من جميع الذين يعانون الحرب في غزة. جلالة الملك: الظلم الواقع على الفلسطينيين دليل على فشل المجتمع الدولي لحل قضيتهم. قادة الكنائس في القدس يدعون إلى التخلي عن الفعاليات غير الضرورية في عيد الميلاد لهذا العام. نساء الأردن يطلقن رسالة تضامنية مع نساء فلسطين. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني nursajo.org. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.